يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، هل المقصود هنا بالبنت هي الأولى أم جميع البنات عند الشخص فيقوم بوأدها حية؟ كل البنات، ما يبون البنات في جاهلية، ما يبون البنات، يقولون لأنها تجلب العار على أهلها يتخلصون منها بالوعد وهو دفن حي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: كيف العلاج؟ هذا مع أقول تناقض، هم لا يريدون، يجعلون لله ما يكرهون، يجعلون البنات لله وهم يكرهون البنات، هذا من تناقضهم. نعم.